سعيد الغليمكي، واجمل تحيه واجمل تحيه للناس ديال السيد الغليمي ديال السقاط على حساب المهرجان اليوم اللي دوزنا معاه هذا الحفل رائع بالجمهور ديالو، بالسلطات المحليه، بالجامعه، بكل شيء. داك الشيء منظم تنظيم اول مره كنخدم في السقاط، ولكن التنظيم يا سلام. وديما كنقدم التحيه للجمهور اللي تفاعل معنا في الاغاني ديالنا واللي غنى معنا الاغاني ديالنا، وفاجئنا المفاجاه ديال الجمهور اللي غنى الاغنيه ديالنا حنايا وجلس واحد السهره يا سلام. وديما كنقدم التحيه للناس ديال السطات. والسطات ماشي اول مره غادي نجي لها، اول السطات كانت كنجي في الثمانينات تقريبا، في 84 85 86 87 حتى حيد الموسم كنا كنجيو للموسم ديال السطات. كان الناس ديال التبوريده تبارك الله، وكانت كتجي القبيل من كل من كل الجهات، كان ولا السي بن داوود بن حمد مزاب كامله، مزاب كانت كتجي لهنايا، برشيد ولاد حريز، كان كلشي كيعمروا السطات. وكان حيد الموسم كان قارض حيد، ولكن الحمد لله راه رجع، راه اليوم كان الافتتاح ديالو ديال الدور 15. ونتمنوا هذا الموسم ما يحيدش. هذا الموسم راه كنا كنفتخروا به، ماشي في المغرب، المغرب وخارج المغرب، راه كانت كتجي كلمه اخر للجمهور. كنقول لهم ديما رجع سعيد الغليمكي، ديما راه معكم في الجديد، وكيحبكم وكيبغيكم كما كتبغوني نتوما، انا كنبغيكم اكثر. الجديد راه خرج هاد السيمانه ديال التعاليه، ونقصروا نديروا الزين خاطرو اللي نسهروا في طنجه، نشاطوا الكمانجه، وكاع اللي معروض راه جا وراك الفراجه. تحيه لكم، وديما الزيانيه راه ضاربه الطوب، تهلاو ليا في الزيانيه ما تفرطوش فيها. تبارك الله عليكم، كنقدم التحيه لشوف تي في، تبارك الله عليكم.